أنا اليوم الحقيقة أبختم الحلقة بطريقة أخرى، يمكن ما قد مرة ختمتها بالشكل هذا، لكن اليوم بنختمها على السنة ما شلنا ولا شيلة. إيه ولا لا؟ إيه صدقت. إيه فأنا برفع الصوت بشين زد كتبته قبل. سلام. ونزل في شريط ما ادري والله نسيت اي شريط. الصبور هذيك اللي تقول الصبور هذيك جميله. انا صادر. لا ما في وقت انا بس بس نختم. اي خطا بس. بس يعني شيء ولا لوحدك؟ لا بس لحالي بس هي كلها بنقولها. يقول هي قضينا اجمل الاوقات، قضينا اجمل اللحظات، قضينا الوقت ما احلاه في امان الله، في امان الله.